قالت النائبة ميرفت مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قالت إنه تمت مناقشة مسألة الدين الخارجي وطرح توصيات لمواجهته. وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنها تقدمت بمقترح لمبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في خفض الدين الخارجي. الجلسة النهاردة كانت يعني بتتكلم على التوصيات اللي ممكن تتقال من الخبراء والمتخصصين من أجل تحقيق بدائل للدين العام. كان النهاردة الجميل في الموضوع أن كان حاضر نائب وزير المالية، نعم، دكتور أحمد كوجك كان حاضر، وكون أن الحكومة تبقى ممثلة كمان داخل الحوار الوطني، تستمع إلى آراء المتخصصين، الآراء المؤيدة والآراء المعارضة. الحقيقة أنا شايفة أن ده إنجاز تم من مجلس الأمناء المتعلق بالحوار الوطني والأمانة الفنية، كل الشكر والتقدير ليهم. النهاردة أنا اتكلمت في هذه اللجنة عن عدة توصيات باعتباري ممثلة عن حزب حماة الوطن. أول توصية، وأنا بعتبر أنها توصية مهمة جدا، وهي مبادلة التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية. الحقيقة برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية برنامج مهم جدا، هو برنامج يعني معمول بين مصر وإيطاليا. أوضح، كنت عايز توضيح مصر بين وإيطاليا مصر وإيطاليا ومصر وألمانيا. ده عبارة عن إيه؟ إن مصر بيتم التنازل عن الديون بتاعتها لدى هذه الدول مقابل إنشاء مشروعات تنموية داخل جمهورية مصر العربية. فالحقيقة مبادلة هذه الديون، أنا ببادل عملة أجنبية بمشروعات تنموية بالعملة المحلية. فالحقيقة دي حاجة مهمة جدا، بحقق فيها مشروعات تنمية، بقلل فيها من عجز الموازنة، وبقلل فيها من الدين الخارجي.